بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف اليوم باللقاء بهذه الكوكبة من الأبطال، أبطال وحدة خفر السواحل التي أعاد إنشائها وترتيبها بدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. استلمنا رسميا الجزيرة قبل حوالي شهرين، والآن ندشن العمل في قوة خفر السواحل على طول الساحل من باب المندب حتى الدريهمي، ومستقبلا إن شاء الله في الحديدة. مهمتكم كبيرة أيها الأبطال في تأمين سواحل اليمن في الساحل الغربي أنتم وقوات خفر السواحل الأخرى في سواحل البحر العربي. تقع عليكم مكافحة التهريب، تأمين السواحل، تأمين ممرات الملاحة الدولية. ستلقون كل الرعاية وكل الدعم، وسيكون هناك ترتيبات على مستوى كبير لتأمين الملاحة في البحر الأحمر من القرصنة ومن الأعمال الإرهابية والنشاط المعادي لدولة إيران وأذنابها في اليمن. أنتم صمام أمان البحر والسواحل. أشد على أيديكم وأتمنى لكم التوفيق في مهامكم المستقبلية وتأمين جزرنا وأراضينا، هي أمانة في أعناقنا، وأنتم خير من يحمل هذه الأمانة. نتمنى أن يعود اليمن آمنا مستقرا، وأن تعود الحكمة إلى كل الأخوة اليمنيين. أنا هذه ثاني زيارة لي لجزيرة زقر، زرتها في السابق مع الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح أثناء ما كانت هناك مشاكل مع إرتيريا حول جزر حنيش، وعولجت بالحكمة أيام ما كان في حكمة. نتمنى أن يعود الإيمان يماني والحكمة يمانية، ويجتمع كل اليمنيين لما فيه خير اليمن وأمنها واستقرارها. وسيظل شعارنا على الدوام هو بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. بارك الله فيكم. Hey!
التعب يا عايز.